تمهيداً لعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك للتصدي لجميع أنواع الانتهاكات وعمليات القرصنة، عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركة جوجل ورشة عمل افتراضية بعنوان حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية في المجال الرقمي بمشاركة عدد من ممثلي الجهتين. وتأتي الورشة بهدف التعرف على الأساليب والطرق الفنية المستخدمة في الانتهاكات الرقمية وآليات مكافحة قرصنة البث الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية. ومن خلال الورشة استعرضوا أهمية طرق إزالة المحتوى المخالف وحجب التطبيقات المنتهكة والتعرف على الإجراءات المتبعة لإرساء بيئة تحترم الملكية الفكرية. وتواصل الملكية الفكرية جهودها بالعديد من الحملات التفتيشية الإلكترونية، إذ بلغ عدد المواقع التي تمت زيارتها خلال الحملات 1355 موقعاً إلكترونياً. بلغت نسبة المخالف منها والمنتهك لحقوق الملكية الفكرية 23%. تنوعت ما بين المواد الصوتية والكتب والأفلام وبث القنوات الرياضية المشفرة والمواقع الصوتية وبيع الاشتراكات.